علا شحود الأكاديمية والباحثة السياسية. مرحبا بك سيدة علا. إذا لماذا كل هذا الحشد في هذه المرحلة، وكيف يمكن أن يؤثر ميدانيا بالنسبة لصالح أوكرانيا؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. قاربت هذه العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا عمرها العام تقريبا، في 24 من فبراير الجاري سوف تكمل العام. هناك الكثير من التوقعات الذي يتوقعها الجميع سواء من الجانب الأوكراني ومن الجانب الروسي لمثل هذا اليوم، كما أشير إلى أنه ستعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 24 من فبراير الجاري بميلاد هذه العملية العسكرية، بعد أن طالبت روسيا بعقد الجلسة في 8 من فبراير، لكنها سوف تعقد بعد إتمام السنة على هذه الحرب. الكثير من التوقعات. لابد أن الرئيس الروسي اليوم كانت رسائله واضحة ومباشرة جدا للجانب الأوكراني والأوروبي والأمريكي. كل ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في كلمته التي ألقاها كانت تشير كل العبارات أنه لا انسحاب ولا تراجع ولا هزيمة لروسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مهما قدمت الدول الغربية من مساعدات ودبابات وقذائف ومصفحات ومدرعات للجانب الأوكراني. اليوم نشهد وعود من الدول الأوروبية ومن الجانب الأمريكي أيضا بتقديم الدبابات الثقيلة اليوبارد، قريبا ربما سوف نشهد وعود بتقديم الطائرات، وهذا أمر متوقع جدا. لكن كل هذا لن يثني روسيا عن قيامها بالمضي قدما في هذه العملية العسكرية. نعم، تفضلتي ذكرتي الآن كلمة الرئيس الروسي اليوم والتي كان فيها رسائل كثيرة جدا، وكانت من ضمن هذه الرسائل رسالة إلى ألمانيا تحديدا، عندما قام بتشبيه ألمانيا الآن بألمانيا النازية، وأيضا فيما يتعلق بحلفاء ألمانيا من الدول الغربية والأفريقية والأمريكية، الذين كما وصفهم يقومون بحملة من البروباغاندا لدفع ألمانيا للهجوم على روسيا أو للدفاع عن أوكرانيا. هل تعتقدين بأن هذا يعني بأن ألمانيا أصبحت على رأس القائمة التي ترى موسكو أنها تستعديها؟ بكل تأكيد أول دولة على رأس القائمة هي أمريكا، ومن ثم تأتي ألمانيا، هي الدولة اليوم العدوة لروسيا والتي توجه رسائل واضحة ومباشرة ليست مخفية على أحد بالعداء لروسيا، وأنها مستعدة أن تقدم هذه الدبابات اليوبارد، هذه الدبابات الثقيلة والخطيرة، والتي هي بكل صراحة لابد أن وجودها سوف يقلق روسيا، ربما يؤخر تحقيق أهداف روسيا أو يلبكها على أرض الميدان. لكن روسيا تقول أن هذه الدبابات لن تغير مجرى الحرب ولن تتسبب بهزيمة روسيا ولن تدع روسيا تخسر هذه الحرب. واليوم أيضا مثلا في الصباح اليوم صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في لقاء تلفزيوني أجرى تصريحات مشابهة جدا لما أدلى بها الرئيس بوتين، حيث شدد أيضا على أنه لا تراجع، وقال أن أمريكا هي من تتولى مهمة العداء لروسيا، وأنها تحارب روسيا بالوكالة عن طريق أوكرانيا، وأن أمريكا تعتبر نفسها ديمقراطية، لكن أي أحد يفعل ما لا تريده أمريكا ويخالفها بالرأي يعتبرونه هو عدو لهم. كما أنه أشار أيضا إلى أن أمريكا تقوم بتصنيع الأسلحة وإجبار الدول الغربية على بالفعل كانت الرسائل متشابهة بالطبع ما بين في كلمتي الرئيس الروسي ووزير الخارجية الروسي. ولكن أخيرا وسريعا إذا ما تكرمت، روسيا تكثف من هجماتها على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وهناك معارك هائلة على الأرض، لماذا هذه الكثافة على الجبهة الشرقية تحديدا الآن؟ في الواقع على الصعيد الميداني والعسكري اليوم روسيا تكثف هجماتها في الشرق، وخاصة على طريق باخموت، هناك الطريق السريع الواصل إلى باخموت عن طريق مدينة تشاسوفيار، هذه المدينة المهمة جدا. إذا ما تمكنت روسيا التطويق وحصار باخموت، والذي حقيقة بات أمر قريب جدا
تحرير مدينة باخمت من الأيادي الأوكرانية. خلال أيام قليلة جدا سوف يتم تحريرها، فهذا سوف يشكل منعطف قوي جدا لصالح الجهة الروسية في هذه الحرب، حيث أنها تعتبر الدولة تعتبر المدينة الوحيدة اليوم في منطقة دونيتسك التي هي ضمن أيادي الجهة الأوكرانية، والتي من خلالها تستطيع أوكرانيا تمديد الجهة أو الجنود الأوكرانيين على الجبهة في الأسلحة والعتاد وما إلى ذلك عن طريق هذا الطريق، طريق مدينة باخمت. إذا ما تم تطويق مدينة باخمت وتحريرها من أيادي أوكرانيا سوف تشكل منعطف قوي ومهم جدا لصالح الجهة الروسية. نعم، نشكرك إذا، شكرا جزيلا، كنت معنا من موسكو السيدة علا شحود الأكاديمية والباحثة السياسية.